الأبحاث التي أجريت في ألمانيا مؤخراً أطلقوا بسببها تحذيرات كثيرة جداً، لأن هذا يسبب سرطان الجلد. هذا المنظر الذي نراه، هذه البقع السوداء التي تنتقل ويمكن أن تصل إلى مناطق خطيرة مثل القلب والدماغ وغير ذلك، تحدث تغيرات في بنية هذه الأوعية الدموية. سلم يا رب. أن هذا الوشم يمكن أن يسبب السرطان، ويمكن أن يؤثر على النظام المناعي، وإذا كان الوشم كثيراً جداً يمكن أن يؤثر على بنية الجسم بداخله ونظام عمل الجسم. سلم يا رب. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. أهلا بحضراتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إنها لمسؤولية عظيمة تقع على عاتق الآباء والأمهات والمعلمين ورجال الدين في تربية الأبناء والشباب على العقيدة السليمة التي تحميهم من الانحراف الفكري والعقائدي. أحبتي الكرام، نطالع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي شباب صغير، نحزن عندما نسمع تجرؤ كثيرا منهم على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جئنا في هذا اللقاء نرحب فيه بداية بالأستاذ الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بكم دكتور في هذا اللقاء. مرحبا بكم وأهلا وسهلا وبارك الله فيكم. شرفنا بكم دكتور مع هذه الرحلة الإيمانية المتواصلة في الجزء الأول من أنزله بعلمي في هذه 30 حلقة. نبدأ دكتور كما تعودنا بسؤال: ما تحليل حضرتك كباحث ومتخصص يعني لموقف هؤلاء بعض الشباب، لا أقول الكثير الحقيقة هم قلة وأسأل الله أن يهديهم، سر تجرؤ هؤلاء هذه الجرأة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل الفج الذي نراه على بعض مواقع التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا دليل على رحمة الله بعباده. عجيب. تصور أن الإنسان يكفر ويلحد وينكر نعمة الخالق عز وجل، ثم رغم ذلك الله يرزقه ويعطيه، يعطيه المال والبنين والرزق، ويعطيه الفرصة تلو الأخرى، ويرسل له الكثير من الحقائق، خلق له هذا الكون بما فيه. ثم يقولون بعض الملحدين إن الله يحب أن يعذب الناس. حاشا لله. سبحان الله سبحان الله. إذن الله عز وجل من رحمته أنه أودع في كتابه وفي كلام نبيه تعاليم صلى الله عليه وسلم ترحم هؤلاء من جهة، وتضمن لهم الحياة السعيدة، وفيها إثباتات علمية على مصدرها الإلهي. جميل. مثال، دعنا نبحر معك. نعم. لذلك يعني أنا أحب أن دائما أن أتعامل مع الملحد على أنه قد يسلم. نعم. يعني أتعامل معه، أنا معه ولست ضده. نعم. نعم. نحن نريد من الملحدين أن يقرأوا ويطلعوا ويقتنعوا. جميل. ليس هناك عداء بيننا وبينهم. جميل. على العكس تماما. نعم. 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 كل الأنبياء أرسلوا لملحدين. نعم. بعيدين عن طريق والنبي الله عليه الصلاة والسلام تعامل مع ملحدين أيضا صلى الله عليه وسلم، وكان يدعوهم وكان رحيما بهم صلوات ربي وسلامه. يعني تصور هذا النبي على هذا الخلق،
وهذا الشأن العالي، على الرغم من ذلك خاطبه الله رغم كل صبره، قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليه وسلم. فبما يخاطبون الله اليوم؟ صلى الله عليه وسلم. وبما يخاطب هؤلاء الملحدين؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه التعاليم التي يكرهونها للأسف. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الطهارة. أحدث الأبحاث العلمية المنشورة في مجلة أبحاث السعادة الأمريكية تقول لك إن الطهارة، هم ليس لديهم طهارة، النظافة. نعم، نظافة خارجية. نحن لدينا في الإسلام طهارة الجسد والنفس. الله أكبر. يقول لك إن غسل اليدين عدة مرات كل يوم يكفي لطرد أكثر من 90% من البكتيريا الضارة والأمراض المعدية. غسل الأنف، غسل الوجه، كله له فوائد طبية في الوقاية من الأمراض المعدية. والأبعد من ذلك أن هذه الطهارة هي سبب في سعادة الإنسان، لأن الإنسان يشعر بالهدوء النفسي عندما يتطهر ويغتسل باستمرار وينظف نفسه، فيؤدي ذلك إلى إفراز هرمونات في الدماغ تسمى هرمونات السعادة. عجيب عجيب. الماء تم قياسها. تم قياسها. نعم، بالجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي FMRI. هذا الجهاز وجد أشياء عجيبة في الدماغ. من الأشياء التي وجدوها أن الإنسان عندما مثلا، نعم، يعني هؤلاء الملحدون، هؤلاء الملحدين يحرضون على شرب الخمر مثلا، ويقولون إن دينكم يمنع الحريات. نعم نعم. طيب، في أمريكا وجدوا أن شرب الخمر يؤثر على الدماغ تماما مثل المخدرات، نفس الأثر. سبحان الله. وقاموا بتجربة ثانية على إنسان ينظر إلى مقاطع إباحية، وإذا بنفس المنطقة في دماغه تتضرر وتنشط، التي تنشط أثناء الإدمان على المخدرات. عجيب عجيب. وعندما درسوا ظاهرة القمار، ولاية في أمريكا ميرلاند تسمى ولاية القمار، معروفة سبحان الله، فيها نوادي القمار، ظهر لديهم أمراض تدعى أمراض الإدمان على القمار. هذه جديدة. سببت مشاكل في القلب والكبد والسرطان وغير ذلك. فعندما درسوا هذه الظاهرة ماذا وجدوا؟ ماذا وجدوا؟ وجدوا أن الذي يلعب القمار تتضرر في دماغه منطقة هي ذاتها التي تتضرر أثناء شرب المخدرات والكحول. وجاءت في آية الاثنين مع بعض، جمعهم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. البحث التالي من ألمانيا جاء، وجدوا بسبب هناك أن الشباب يتناولون هذا الخمر ويلعبون القمار يتطور لديهم سلوك عدواني تجاه الآخرين. سبحان الله. فقاموا بدراسة علمية، وهذه الدراسات كلها موجودة لمن أحب أن يطلع عليها، فوجدوا علاقة مباشرة جدا بين الخمر أو المخدرات من جهة وبين السلوك العدواني. هذا بحث. نعم نعم. البحث الثاني بين القمار وبين السلوك العدواني أيضا، لأن القمار يطور لدى من يدمن عليه سلوكا عدائيا تجاه الآخرين. طبعا يريد الفوز ولو على، نعم، يعني حساب الآخر يعني. نعم. إذن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ نحن أمام حقيقة علمية مثبتة. نعم، أثبتها الغرب، والأبحاث ننوه للمشاهدين موجودة على موقع الدكتور كحيل .com. نعم، كله موجود. الله تعالى أشار، حذرنا من هذه العواقب الخطيرة. ماذا قال؟ قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، السلوك العدواني، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. طيب بالله عليك محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، ما أدراه بهذا البحث العلمي موضوع العداوة والخمر والميسر؟ الميسر كان شيء مستحب. نفتخر بديننا. نعم، سبحان الله. المجلة الطبية البريطانية نشرت بحثا تقول حتى القليل من الخمر يدمر أجزاء من الدماغ
ويحدث تغيرات في الخريطة الوراثية للإنسان قد تؤدي إلى السرطان. سلم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. صلوات ربي وسلم صلى الله عليه وسلم. أشكرك يا دكتور على هذا الإدلاء الجميل. الحقيقة ذكرتني بقول سيدنا علي، يعني سيدنا علي يقول يعني سبحان الله: قطرة خمر تحدث هذا الضرر، وكأني به عندما وقف أمام الصحابة ويقول بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخمر قال: والله لو قطرة خمر وقعت في نهر أمامي ثم جف ماء النهر فنبت مكانه زرعا ما جعلت بهائمي تأكل منه. وكأنه سبق علمي حتى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزله بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبة الكرام، نستكمل رحلتنا الإيمانية مع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي كما يدعي بعض المشككون، هل هي تقييد للإنسان أم هي فيها الخير كله؟ مع استكمال الرحلة والدكتور عبد الدائم. نعم، الحقيقة كل ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه الخير للناس، وكل ما نهى عنه ثبت علميا أن فيه الشر. سأعطيك مثال على ذلك. تفضل. ظاهرة الوشم انتشرت كثيرا اليوم للأسف. نعم. وأصبحت مصدر فخر بالنسبة للشباب وبعض الملحدين وغيرهم. درست هذه الظاهرة ووجد أن المواد التي تحقن في عملية الوشم تسبب السرطان. يا الله. لأنها نفس المواد التي تستخدم في طلاء المنازل. تصور أنك تدخل في جسدك هذا الموضوع. سبحان الله. وعملية الوشم هذه فيها من الأذى والضرر بحيث أن آثارها لا تذهب، تبقى موجودة. الوشم اللي هو بالوغز والإبر يا دكتور. نعم، الوشم والإبر. وأصبح هناك وشم بالليزر ووشم بالأدوات. يمكن أن نرى إذا أحببت في ألمانيا كيف يحذرون من هذا وكيف تتم عملية الوشم، لترى الوسائل الحديثة وإقرارها علميا بالضرر. نعم. طبعا يحذرون منها كثيرا. هذا سبحان الله البروفيسور الذي سنراه بعد قليل متخصص في مشاكل الوشم. جميل. طبعا انظر إلى هذه الأدوات، عندما تطور العلم استغلوا بعض الوسائل العلمية ليقوموا بصنع رسومات وألوان، وأحيانا يستخدمون الكمبيوتر أيضا في بعض اللوحات التي يرسمونها. هذه هي الإبرة التي هنا بالتكبير، كيف تحقن وتهتز وتدخل هذه الجزيئات من الطلاء، تدخلها لتدخل في مجرى الدم وتعلق بين، على ماذا؟ على أطراف الأوعية الدموية حيث لا يمكن التخلص منها. اسمعوا يا شباب، اسمعوا اسمعوا وبناتنا، مسألة الوشم علميا نشوفه. تفضل دكتور. هذه الأبحاث التي أجريت في ألمانيا مؤخرا أطلقوا بسببها تحذيرات كثيرة جدا، لأن هذا يسبب سرطان الجلد. هذا المنظر الذي نراه، هذه البقع السوداء التي تنتقل ويمكن أن تصل إلى مناطق خطيرة مثل القلب والدماغ وغير ذلك، تحدث تغيرات في بنية هذه الأوعية الدموية. سلم يا رب. وتضعف النظام المناعي للجسم حتى إنه لا يمكن التخلص منها، لأنها أصبحت من ضمن تركيب الجسم. قد تؤدي إلى سرطان، وقد تستهدف منطقة معينة تصيبها بضرر. وبالتالي فإن العلماء وجدوا حقيقة يقينية اليوم موجودة في كل الأبحاث العلمية، أن هذا الوشم يمكن أن يسبب السرطان، ويمكن أن يؤثر على النظام المناعي. وإذا كان الوشم كثيرا جدا يمكن أن يؤثر على بنية الجسم بداخله ونظام عمل الجسم. سلم يا رب.
طيب هذه الظاهرة التي تفشت اليوم بشكل عجيب، هل النبي يقف صامتا أمامها أم يجب أن يحذر منها؟ صلوات ربي وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في تحذير خطير يتناسب مع خطر هذا، خطر هذا الوشم. صلى الله قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله، لعن الله الواشمة والمستوشمة، يعني من يصنع الوشم ومن يصنع له الوشم. صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لكي يقول لك أنك يحرم عليك أن تعمل في هذا المجال، أو أن تكون ضحية لهذا المرض الخبيث الذي أحيانا تكون الأجهزة هذه ملوثة رغم التعقيم الطبي وتؤدي إلى الإيدز. سبحان الله، هناك إصابات بالإيدز وأمراض جنسية معدية لأن هذه الأدوات على الرغم من تعقيمها تنقل بعض الفيروسات من شخص لآخر على الرغم من تعقيمها. تصور يعني. سلم يا رب. وبالتالي هذا النبي الكريم بالله عليك، هل يريد رحمة بالملحدين أم يريد سوءا بهم؟ صلوات ربي وسلامه عليه. عندما نهاهم عن كل شيء يضرهم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر إلى النساء بما حرم الله. نعم. اليوم في بريطانيا هناك أمراض تدعى أمراض الإدمان على الأفلام الإباحية، أمراض الإدمان على الأفلام، أمراض وعيادات متخصصة لعلاج هذا النوع من المرض، مش إدمان مخدرات وشرب. لا لا، لأنهم وجدوا أنك بمجرد أن تشاهد مقطعا إباحيا يبدأ الدماغ بالعمل وتبدأ الهرمونات تفرز. سبحان الله. وتبدأ تنشط منطقة الناصية خصوصا، لأن العلماء وجدوا أن هذا الدماغ يتم تدميره، تدمير منطقة مهمة منه، منطقة الناصية، أثناء النظر إلى هذه اللقطات الإباحية. سبحان الله، سبحان الله. إذا أردت أن تعيش زكي النفس عليك ماذا؟ أن تبتعد عن النظر إلى الأفلام الإباحية وإلى ما حرم الله. هذه نصيحة علماء الغرب اليوم. سبحان الله. النصيحة التي لم يغفلها القرآن عندما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله وتعالى. بارك الله فيك دكتور كحيل، نشكرك في نهاية هذه الحلقة الجميلة المصرية، ونتوجه إلى شبابنا الذين يستمعون إلينا وبناتنا. لا تعتقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الوشم هو يضيق عليك في جمال أو في شكل لزوجك أو في منظر جميل تتجملي به لزوجك. تجملي ما شئت، وإنما ما أوصى به النبي ليس تضييقا، وإنما في مصلحة صحتنا وعافيتنا. فمن آمن برسول الله سيعلم أن كلامه الحق وأنه فيه الفائدة للإنسان. وأنت أيها الشاب، عندما نهاك النبي صلى الله عليه وسلم ونهاك أيتها الفتاة عن النظر إلى ما حرم الله، فإنما ليحفظ عليك عقلك وتركيزك وفكرك وأجهزتك كما فصل الدكتور الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.